أي حرفة قد تتلاشى مع الزمن، وعدم نقل المهارة أو توريثها إلى الأجيال في ظل تراجع عدد الشباب الذين يتعلمونها، فالصفارون اليوم يعدون على أصابع اليد، حيث استبدل الكثيرون مهنتهم بسبب الظروف التي مر بها العراق. احنا نقول كل زمن إلى رجاله أو إلى تاريخه. ذاك الزمن اللي كنا عايشين فيه الرواد مالتهم يحبون هاي الشغلات القديمة الأنتيكات. هسه هذا الزمن زمن الانفتاح والإنترنت والتسويق، أكيد دخل الشغلات يعني جديدة عندنا ومواد نحاسية صناعة جديدة فالداخلة توية مهنتنا، بس مع ذلك ما أثرت. العراقي أو الشخص السائح اللي يحب شغلة قديمة يشتريها، واللي يريد يحب شغلة جديدة يشتريها، فما صار تأثير عليه. أثرت علينا من ناحية المصنوع زين، وكل منقوشيات يعني النقش والدلال وهاي كلها تأثرت على اللي يبيعون يشترون. يعني بالنسبة لنا احنا شغلنا لا ما تأثر علينا، ليش؟ ان احنا عندنا طلبيات منها، يعني اللي يجي مختص يجي الا يريد الطلب مالتنا، كان تكون الدلل باتيل الغيرها الا مالتنا، ما يريد الهندي ولا الصيني. ناس اكو تجي يعني فاهمه وتعرف شو تريد.